صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 23 لسنه 2024 بتعيين مدير في وزاره الخارجيه وذلك بناء على عرض وزير الخارجيه جاء فيه يعين الدكتور علي بن ذياب بن صقر النعيمي مديرا لاداره التخطيط والمشاريع في وزاره الخارجيه